انت ما تعرفش الحب من اول نظره؟ لا ما اعرفوش يا بنت الناس. انت عماله تقولي كلمه مشرب وكلمه مغرب وانا ما فهمش منك حاجه. سيبين الله يرضى عليك. انت زهقت مني بسرعه كده؟ لا مش القصد، بس انت خدت واجب التالت ومتلت. ان شاء الله مره ثانيه نتقابل ونتحدث مع بعض زينه. امتى؟ ها ان شاء الله لما تتحسن الظروف. ايه انا شفيك. استنى بس، هو شكله عايز يكمل شرب. تعال انت وصلني لحد بره. اصلك كيف يعني وانت ماشيه في القصب عايزاني اوصلك؟ يلا عاد شفيك. جاي يا راجل مخك مار. اذا ما قلتش اقوم لحالي. خلاص ما تعصبش عليا. يلا. عموما انا اكتر حاجه بحبها في حياتي الراجل الحرش، واكيد اكيد هنتقابل تاني. انا عن نفسي ما بيأس ان شاء الله. على فكره انت لازم تعمل تليفون النهارده بالليل ضروري قوي عشان الوقت ما يجريش والقلق ما يزيدش. باي. تصدق انك طلعت جفت ومالكش في الطيب نصيب. خد مس. الكل ما اتصلش بيك لحد دلوقتي يا جناوي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ في حاجه غلط لازم افهمها. اسمع ما اقول لك، انا مسافر عندي شغل، هرجع على اول طياره. طيب مع السلامه. أقول يا طلعت، إيه؟ بتلعب علي؟ يبقى لازم أتصرف معاك بطريقة تانية. صباح الخير يا ست مطلعت، رائد حمدي نصار مباحث العطار. مباحث؟ خير صباحين يا ولدي، مرحبا. أخبار طلعت ابنك إيه؟ طلعت ولدي مسافر بيسعى على رزقه. ادعي له يا ولدي ربنا يرجعه بالسلام. يا ترى دلوقتي انت قاعده لوحدك؟ ما حدش بيزورك؟ ها؟ انا ولدي طلعت طول عمرنا عايشين لحالنا، ربنا معانا. خير يا ولدي؟ تسمح لنا بكوبايه ميه من عندك؟ ها؟ حاضر حاضر يا ولدي. الله، ما انت عندك ضيوف اهو يا ام طلعت. انا كنت جايب نفسي يا باشا والله، بس انت سبقت. كان مجهز الليله دي كلها عشان يستفرد ببنتك ويعتدي عليها وهي متخدره، لكن انت ظهرت في اللحظه المناسبه وقدرت توقفيه عند حده. سعادتك عرفت الكلام ده ازاي؟ انا لسه ما حكيتلكش حاجه. لحسن حظك ان روزيه كان بيصور كل اللي حصل، انت طبعا ما خدتيش بالك من مكان الكاميرا. بيصور؟ احنا حرزنا الشريط وهنحرقه بعد نهايه التحقيق. بيصور ليه؟ كان عايز يصور لقائه معاكي، يمكن عشان يساومك او يهددك بيه بعد كده. الكلب السافل. انت تحمدي ربنا ان تصوير الشريط ده حصل، لان ده في مصلحتك تماما. صحيح الصوره اختفت لما دخلت الاوضه لان مصدر الاضاءه اتقطع، لكن الصوت كان واضح جدا، واثر ضربتك على دماغه كان باين، وتقرير الطب الشرعي باين ده. يعني ايه؟ يعني برضه احمدي ربنا ان الضربه ما قضتش على حياته، وكمان زياره عطا ليه تاني يوم الصبح، وخناقته معاه بصوت عالي، وست جارتكم اللي سمعت الخناقه دي، وجاركم اللي شافه وهو بيجري من عنده، كل ده بيثبت التهمه على عطا. يعني انا امي دلوقتي ما فيش عليها حاجه؟ امك كان لازم تيجي على الاسم على طول علشان موقفها يبقى سليم تماما، لكن هي دلوقتي هتتحول على نيابه تحقق معاها وتاخد قرارها النهائي. نيابه؟ اطمني، تقرير المباحث بتاعنا في صالحكم، وانا اعتقد ان النيابه هتاخد بيه. احنا بس نلاقي عطا المختفي ده وكل حاجه هتبان. قلتلك ما تتهورش، واحنا هنوضبه بطريقتنا. ما سمعتش كلامي؟ قلتلك الغلطه الجايه محدش هيوقف جنبك فيها. ركبت دماغك وتصرفت من غير لا عقل ولا تفكير. يعني ايه؟ هتسيبونا نضيع؟ انت اللي جبته بنفسك. بوليس دلوقتي بيدور عليك في جريمه قتل. وحصك المنيل كل اللي شافوك عارفينك، وعارفين انك كنت بتروح بيت روزيه، وانك كنت بتكلم على بنت مراته. اني ما كانش قصدي نقتله. اني رحت لقيته مضروب على دماغه وغرقان في دمه. اني كان كل همي ناخد منه حق البضاعه اللي هو خدها مننا.
السر كانت لروزين. وادي مصيبة تانية ورطتني معاك فيها. طبعا ما خدتش منه حاجة. ما لحقتش. بس أنا عارف هو حاطط الفلوس فين. عند أخوه مرزوق الكبير. كلها كام يوم الأمور تهدى وأنا بنفسي هنروح نجيب لك الفلوس لحد عندك. كام يوم؟ ومرزوق الكبير؟ ضاع خلاص يا عطا. بخ. شفطت خلاص. لا أنا هتصرف وأجيب لك فلوس البضاعة. بس المهم دلوقتي تشوف لي مكنة تدرى فيها لحد ما تشوفوا لي طريقة تخرجوني بيها برا البلد. لورد مسافر. مش عارف هيرجع بكرة ولا بعده. يعني إيه؟ هتبيعني؟ هتسيب أخوك يضيع ضحروك؟ مقدرش أسيبك يا عطر. هعمل معاك الواجب للآخر. ما تخافش يا كبير. بالوصفة اللي قلتها لي جنابك أنا حافظ الطريق زين. كل كلمة بتقولها لي يا كبير تسجل هنا ما بنساش واصل. نعرف ان الشريط اللي في دماغك لسه فاضي وبخيره، ها؟ لكن الاحتياط واجب، ها؟ دير هياخدك يعرفك الطريق في النور عشان لما تروحوا بالليل ما تعطلش. البضاعة تمنها مدفوع. مش عايزك تصغرني قدام التجار يا مصطفى. معاش اللي صغرك يا كبير، انت كبيرنا. البضاعة هتوصل في ميعادها والناس هتشكرك ان شاء الله وتدعي لك. انا بقول كده عشان اذا عصام قابلك وجر شكلك. ويجر شكلي وجر شكله ليه؟ احنا شغالين في السليم يا كبير. وهو اذا كان عايز يعني اتاوي والاجره اللي تديها له الحكومه مش نافعاه ياخد اتاوي بس من حد غيرنا. اطمن يا كبير، ربنا هيلهمنا الصواب واتعامل معاه صح. انا مطمن انك هتخلص العمليه دي على خير ان شاء الله. قل لي، ما افتكرتش حاجه جديده تخصك؟ لا يا كبير، كل شيء على حاله. اي حاجه تيجي في راسك تقول لي طوالي. الدكتور فخري طلب مني ده عشان اساعدك، ها؟ وهو ان شاء الله هيجي يشوفك بعد يومين. مش عارف اقول لك ايه، بس ده مش غريب عليك يا كبير العربوي. يا كبيرنا بليز. يلا تفضل. أنا كده مليت الذنب عليك على الآخر. بعد هبابة تروح تتغدى معاه وتخلص عليه، ها؟ عشان لما تسيبوه قدام عصام يحقق المطلوب، فهم؟ واه، ده جنابك بتشوف اللي احنا منقدرش نشوفه. علشان كده عايز أسمع الحكاية دي من طلق طلق. لسلام عليكم. شوف يا بدير، عصام لازم يرجع لفراس وخصوصا الأيام اللي جاية، ويهملنا نفضي المخازن عشان العملية الكبيرة. إذا الحكاية دي ما جابتش نتيجة هخلص عليه، مصطفى هو اللي هيعملها. ساعتها نقول ما نعرفوش، ده واحد عطفنا عليه عشان عنده خبلان، وكناش نعرف إن الخبلان اللي عنده يوصله إنه يقتل الضابط. يا بوي، ربنا يحفظها لنا دماغك الواعرة دي يا كبير. دلوق عصام لو ملمش روحه هيبقى ديته واحد لقيناها في الشارع يروح فيه في داهي، ومنخسروش دوف الراجل من رجالتني. سلام على دماغك يا كبير، دماغك دي كنز ما يتقدر بمال الدنيا كلها. لازم نكون في منتهى الحرص واحنا بننفذ عملية الليلة. انا متأكد ان هم هيكونوا مأمنين النقلة دي لأقصى حد. عشان كده يا ماهر طلبت قوة إضافية تكون معانا الليلة. اهم حاجة نكون متأكدين من دقة المعلومة اللي جات لماهر. اولا المعلومه ما وصلتش عن طريق العربويه، والا كنا هنشك فيها. احنا خدناها من الطرف الثاني اللي هيشتري. انا وصلت عن طريق المخبر برهامي لكل التفاصيل. واضح جدا ان الفلوس اللي استلمها الراجل بتاع جعفر كان الثمن مقدم للبضاعه اللي هتتسلم الليله. التخوف الوحيد يا ماهر ان هم يغيروا خط سيرهم في اخر لحظه. كل مواصفات العربيه الناقله عندنا، واي تمويه ممكن يعملوها هنكشفه. لو العربية دي مشيت في الطريق المرسوم وفيها بدير أو أي حد من رجال جعفر، وأنا واثق إن التسليم هيتم في المكان المحدد، ساعتها
هنتصرف معاهم بطريقة عمرهم ما يتوقعوها. ربنا يسهل. ابسط يا عم، الكبير بيشكر فيك قوي، بيقول كل يوم بيعدي على مصطفى بيرجع زي الأول. زي الأول؟ يا ما نفسي أعرف حاجة عن الأول دي. هتعرف يا ولد عمي، هتعرف، بس اصبر واستحمل. أنت تعرف ها؟ ما تقول لي أي حاجة ولو هبابة. لا ما أنت مش فاهم، أنا وإنتي ما كناش بنتقابل غير في المناسبات، بس كل اللي أعرفه إن الكبير قال لك يامي تعال أقعد هني في وسط رجالته، وأنت كنت بترفض، تقول له أنا مرتاح في شركة السياحي، بس هو كان مطمن عليك، مطمن عليك وأنت هناك عشان عارف قلبك شديد وقاسي. أنا قلبي شديد وقاسي؟ وما تخافش من حد، وتفوت في الحديد، وتخدم العربية بعينيك. طب أقول لك، أنا في حكاية سمعتها، كان في مرة الكبير بيزوركم في شركة السياحي، وانت خرجت يعني عشان تعزمه وتوصل لغاية العربية، وكان معدي راجل معاه كلب بسلسلي هم على الكبير، رحت مطلع سلاحك وطخيته. طخيت راجل؟ لا الكلب، تعرف انت ربنا هيكرمك علشان كنت بتدافع عن بني آدم كل هم انه يقدم الخير للناس. نصيحتي ليك يا مصطفى، تحرص في عملية الليلي، ولو قابلك اللي اسمه عصام دي ما تهابوش أبدا. هابو ليه؟ هاب واحد بيسرق مال الناس بدل ما يحافظ عليه؟ لا ما هابوش. إذا كانت رجالة الكبير بتهاب ولا بتخاف منه عشان ضابط، أنا لا، أنا طالما لي حق أدخل في التخيل. مالكش صالح أنت بالحكاية دي، أنا بعمل اللي فيه المصلحة. يا بوي أنا جربت من الجدع ده وعرفت كديه جواه طيبة وإنسانية، حرام يعني إننا نستغل. نستغل مين يا مخبول أنت؟ أنا بعمل له قيمة وسط الرجالة، بدل ما هو قاعد مالوش عازة نخدموه. بنخدمه كيف يا بوي؟ دي كفاية إننا معيشينه في كدبة كبيرة، بنقوله إنه من بقيت عيلتنا وإحنا ما نعرفلوش أصل من فصل. تفتكر لو عرف يا بوي؟ أنا بنفذ أوامر الدكتور اللي قال إن ده في مصلحته وإلا كان يترمي في الشارع. بقى أنت نسيت إحنا جبناه ليه؟ جبناه عشان الخطر اللي بيهددني واللي هو عارفه واللي لازم أنا أعرفه. يبقى بأي صفة كنت عايزنا قاعدوا عندي لحد ما يفتكر يا ناصح؟ عندك حق يا ابوي، خليه يشتغل. تبقاش تعدل على تفكير ابوك اللي شايف ابعد منك بكتير. انا بس كنت عايز اقول. كنت ايه؟ عايز تقول حاجة تاني؟ لا ابدا مفيش. اهو دي الحديث اللي يخلي الواحد يحس إنه جعفر وبركات رجل واحد. والله يا منتصر يا أخوي أنا فكرت كثير. عارف يا جعفر أخوي، وعارف إنك أنت مش سهل عليك إنك أنت تديني كمية زي دي عشان أوزعها لك، لكن صدقني صدقني مش حتندم واصل على إنك أنت اشتغلت معاي، وحتطلب مني إن إحنا نشتغلوا سوا تاني. من غير ما أطلب، إحنا بقينا عيلة واحدة، واللي انت هتعمله هيخدمني كتير، خصوصا انا عقلي مشغول قوي في الانتخابات. اللي هتقول عليه ماشي يا جعفر يا اخوي، والمكسب هنقسمه بالنص، والمقدم زي ما انت عايز. ما اقول ايه، جهز 4 ارانب واسلمك على دفعات لاجل خاطر عروستنا الزين. ها هنستلمه امتى؟ بعد اسبوع نتقابله ونرتب. وانا هعمل اتصالاتي عشان اوزع طوالي، وإن شاء الله إن شاء الله هتبقى فتحة خير علينا، والفرحة حيعم الجواز ونجاحك في الانتخابات يا جعفر. أهدي الحاجة اللي مستنظر وقوفك معايا فيها صح. عيب يا جعفر، عيلة بركات عيلة كبيرة وكلمتها واحدة وكلها واقفة وراك. شحنة السلاح اللي طلبتها لتنفذ العملية الكبيرة صارت هلا جاهزة، فيك تستلمها، شو رأيك؟ فجأة وأنا جاهز. إيه؟ بس أنا شايف لحد هلأ أنت ما جبت لي أي خبر عن تحركات جعفر، وأنا ما في ألعب دوري مع أبو داود وشوه صورة جعفر كرمان مصلحتك. أنا بدي أخدمك، بس جيب لي شي معلومات حقيقية. هيحصل هيحصل بإذن الله في الأيام اللي جاية. شوقي بيك، شو أنت قلقان من شي؟ لا زي قوي وكل الأمور ماشية تمام. والله خططت له هيتنفس في معاده.
نصيب. سبحان الله. والله يا أخو مصطفى ما كنتش أعرف إنك مهم قوي كده. ده مهم ولا حاجة يا سعادة البيه، دي شغلانة بسيطة ربنا كرمني بيها. وشغلانة إيه دي بقى بالصلاة على النبي؟ تجارة يا سعادة البيه، يعني فلوس ناس متعلقة في رقبتي. لو أنت أداها ودود، واضح إن أصحاب البضاعة واثقين فيك قوي. الحمد لله على كل حال يا سعادة البيه. فيها عيوتها خدمة نقدر نقوموا بيها. يا راجل مستعجل على إيه؟ مش تقول الأول البضاعة دي عبارة عن إيه بالظبط؟ أغذية ومشروبات يا سعادة البيه تخص الفنادق العايمة. فنادق العايمة؟ هو في فنادق عايمة في الصحراء اللي أنت داخل عليها دي؟ لا يا سعادة البيه، بس في تجار دافعين ثمن البضاعة دي ومستنظرني وأنا كده اتأخرت عليهم. سيبنا فوت، الله يرضى عليك ويهدي لك نفسك. ربنا يهدينا نفوسنا كلنا يا رب. نزل البضاعة دي، نزل الصناديق دي مع العربية، هاتوا عليها وطيها يلا. لا كده يا سعادة البيه، أنت بتحج نفسك وبتركب نفسك الغلط. ولا ما تستعبطش عليا. لا يا سعادة البيه انا مش ولا، خلي رجالتك يقف وما ينزلوش البضاعة. اقف انت مكانك، خلينا نشوف شغلنا. مش هقف يا سعادة البيه، هو شغلك يعني انك تنزل بضاعة وتهدرها في الارض؟ اوعى حط لسانك جوا بوقك واقف هنا. انا مش هقف. اهدى يا لورد واطلع ارتاح، انت جاي من سفريه طويله وتقول انك ما نمتش لك يومين. انا بيه، انا عقلي بيلف كيف الطاحونه. انا كنت قاعد مع الناس الكبار اللي فاهم هم بيقولوا ايه ولا عارف اقول لهم حاجه. التصرف اللي تصرفه طلعت مع ديدي دي يقصد بيه ايه؟ انا كمان فكرت من ساعه ما عرفت اللي حصل. طريقه كلامه معاها اتحير. وازاي يتكلم صعيدي قدام الخالك؟ ما اتفقناش على كده. لو في حاجه اصبريته، طب ما بياخدش راينا ليه؟ ديدي بيقول انه كان شارب وكان سكران. ما هو غلط انه يشرب ولا عقله يتوه منه دقيقه واحده، هو عارف ده زين. انا بقول يمكن السكر خلاه ينسى ويخلبط في الكلام. طيب السكر نساه انه يتصل بينا، ما بيتصلش بينا وهو فايق ليه؟ اهدى يا لورد وخلينا نفكر بالعقل. الحكايه عايزه تصرف سريع. انا بصرف ملايين على الحكايه دي، كل خططي متوقفة على اشاره منه وهو نايم في العسل نوم. ايه كنت جعفر عامل له عمليه غسيل مخ وبتوع تحت بعضه. والله انا فكرت في كل الاحتمالات وقلت لك اني قلقان من الاول. ايه تخيفتي؟ فطلعت اكتر واحد في الدنيا بيكره جعفر. لا الاحتمال ده لازم نستبعده. ما تنساش ان شفيق اخوه يمكن لما شافه وقرب منه الدم حن ورجع عن كل اتفاقنا. يعني كشف نفسه قدام شفيق بيخلصوا عليه في سنة؟ لا 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 مش معقول. خلي عندك انا جايه. بيدور عليه والدنيا مقلوب. حصلت ميت الحكايه دي يوم ما سعادتك سافرت. اه طياره فلت، وجوده معانا بيجي خطر علينا. هو فين دلوق؟ مأمنه في مكان ما يخطرش على بال الجن الازرق حسب طلبه. عملت كده لحد سعادتك ما تأمرني. وهو عاوز ايه؟ عايز سعادتك تشوف له طريقه تخرجه بر البلد لحد الامور ما تهدى. وماله؟ نشوف له الطريقه دي. مشكلة عطا انه محسوب علينا. صحيح هنخسروه في الشغل معانا، لكن ده احسن من انه يوقع في يد الحكومة، وساعتها ما نضمنوش هيقول لهم ايه بعقله المفلود ده. كلام سليم سعادتك. طب والغلطة اللي عملتها لما اديته البضاعة اللي طلبها؟ صدقنا يا لورد انا كانت نهيتي خير، كنت عايزه يرجع يفوق لنفسه ويحس انه بيعمل شغل.
مشكلتك انك بتدخل الشغل في الصحابية. قلبك ده لازم تدوس عليه عشان تعلي. عموما احنا هنعرف وناخده حقنا. وانت هتدفع ثمن البضاعة من حسابك عشان تحس انك غلط. بس سعادتك المهم بتسامحني. ده اول مرة تغلط فيها. وانا مسامحك. المهم دلوقتي ندور على الطريقة اللي نريح بيها صاحبك. يا سعادة البيم انا لازم اعرف تهمتي ايه. معاك تحقيق شخصية؟ رخصك سليمة؟ تحب اعدلك بالتهمة؟ والله يا سعادة البيه انا لو اوراقي دي ما ترضيش الحكومة اللي بتعمله جنابك ما رضيش ربنا. والناس على فكرة يا بيه خبرة انت بتعمل كده ليه؟ انت الظاهر مش ناوي تجيبها لبر. عسكري تمام يا فندم. خد الاخ ده لقاحه في الحجز. ياخدنا انا ليه؟ ربنا ينتقم منك يا ظالم. يا صنبيه لو تحبسه ليه؟ اهلا 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 يا سيادة النايب. اذا كان اللي بلغني ده صح يبقى انت اللي خليت فيها نايب ولا غيره. الراجل ده بيشتغل لحسابي. الراجل اللي بيشتغل لحسابك ده محتاج يتعلم الادب. انا مؤدب يا سعاده البيه. بقول لك ايه؟ اسكت ما تضيعش حقك. وبعدين يا عصام بيه اللي انت عملته ده سبب لنا خساره كبيره. ايه امال ايه؟ اذا كنت فاكر ان اعدي الحكايه دي تبقى غلطان. انا هوصل الامر لاعلى المستويات. والله يوصل الموضوع زي ما انت عاوز. انا كنت بشوف شغلي. لا يا عصام بيه الشغل ليه اصول. انا مش بدافع عن الراجل ده عشان يخصني. لا انا بقعد جنب الصغير قبل الكبير. ها ما نلبسهمش توم بالباطل. ايوه امال ايه. اهلا اهلا يا سياده النايب. ده شرف عظيم النهارده انك شرفتنا في المديريه بنفسك. ايوه بس عصام بيه ما طايقش وجودي هنا يا سياده اللواء. انا ما قلتش كده يا سياده النايب. انا جيت لك على طول اول ما كلمتني. ممكن بس تهدى كده وتحكي لي ايه اللي حصل؟ انا عايز عصام بيه يقول لك عمل كده ليه. انا عايز جنابك تحكم بنفسك على اللي هيقوله. اهدى بس جنابك. سيادة المحافظ لسه مكلمني على التليفون ومهتم شخصيا بالموضوع وطلب مني ان اكلمه واشرح له ايه الحكاية بالظبط. تتصرف زين قوي يا مصطفى. المرة الجاية مش هيقدر يهوب منك. واذا عملها يحق لك تتصرف معاه كيف ما انت عايز. ها بس احنا ما خدناش حقنا في البضاعة اللي اترمت دي. مين هيعوضنا؟ يا اخد الحق حرفة يا مصطفى. احنا ما خسرناش كتير. بالعكس احنا كسبنا ان احنا فضحنا واحد زي ده قدام الكل. وده عشان انت ما خفتش منه وجبت قصاده بكل قوه. امال ايه؟ السلام عليكم يا كبير. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. قول لي يا بدير. توفقت بعون الله؟ كل اللي امرت به تنفذ. اقول لك ايه؟ انا النهارده مبسوط قوي قوي من اللي عمله مصطفى. عايزك كنت بتكافئ الرجاله تدي مصطفى الطاق طاقين. اديه فلوس. امال هالشغل بلاش ولا ايه؟ كده كتير يا كبير. يعني تخسر وتكافئني. لازم تعرف يا مصطفى ان الراجل الشديد عندي يساوي 100 عربيه بضاعه كيف داي. ها بضاعه بتروح وتيجي لكن الراجل اللي زيك ما بنلاقيهوش. ايوه. يعني اطلع ارتاح دلوقتي كانك تعبان. بكره الصبح ان شاء الله يوصلك حقك. أقول لك إيه؟ كرم كبير منك. تصبح على خير يا كبير. أنت من أهل الخير. تخطيط ما يخرش المي. البضاعة كلها اتنقلت من غير أي مشاكل. وعصام بيه ما راهوش غير الجري والرمح ورد غف دي والخناق معاه. عصام قدامه كتير على ما يبقى في قصادنا. بعد اللي حصل الليلة قدام مدير الأمن. مكالمة المحافظ لي هيفكر 100 مرة قبل ما يتعرض لينا. وزعملها مصطفى موجود نظبطه على الموجة اللي احنا عايزينها. كنت فاكره حيتهور ويخلصنا منه الليلة دي. لا اصبر عليها بقى. ننفذنا اللي احنا عايزينه. نقلنا بضاعتنا ولبسناه الغلط من ساسه لراسه. للأسف عارف يلعبها صح. شل ايدينا بعد ما وصل الموضوع لمدير الامن والمحافظ. بقيت انا المتهور بتصرف كان في طار شخص بيني وبينه. وكل ده ليه؟ عشان ما تحققناش من المعلومه اللي جبتها يا سماه. انا كنت متاكد من مجند برهامي لكن دلوقتي لازم اشك انه ممكن يكون بيلعب لحساب حد تاني. لازم نشك في كل اللي حوالينا. احنا بنواجه عدو علاقاته متشعبه. تعبان ومحتاج ارتاح. محتاج افكر من جديد. ما تأنبش نفسك يا فندم، انت بتبذل اقصى جهد عندك. انت ما غلطتش.
لا غلط، على الاقل يعني ما كنتش اسيب الراجل بتاعه يستفزني للدرجه دي. على فكره مش جعفر لوحده اللي خطر، الرجاله اللي حواليه في منتهى الخطوره وفي منتهى الذكاء. بقول لك يا احمد، انا عاوزك تجمع لي معلومات وبشكل سري عن الاسم مصطفى العرباوي ده. انا حاسس انه بيلعب دور في منتهى الخطوره، ومش معقول واحد يفقد الذاكره وترجع له بالسرعه دي. شيء حير. هحاول، مع ان الوصول لمعلومات عن العرباويه حاجه في منتهى الصعوبه. كيفك يا شهد؟ بقول لك في مبلغ هيوصلك مع مرسال من طرفي نازل مصر. ايوه، لحد ما جيلك قريب. طبعا، امال ايه؟ هتكون هنادي معايا، بس انا عايزك تطمني عليها، هي كويسه. و بتقولي ايه؟ كلمتك في التليفون؟ يعني سمعتي صوتها بنفسك؟ كيف؟ وميتة؟ قصدي ما انا عارف، هي قالت لي. لا لا، هي صحتها عالوة الحمد لله، هخليها تكلمك تاني. مع السلامة. مع ألف سلامة. اتكلمت في التليفون؟ يعني هي بخير؟ أنا ما بكيتش فاهم حاجة، أترى مخبي لي إيه تاني يا بابا؟ وقوفوا معايا، أنا عمري ما هننساه. أنا كنت متأكد إنه قلبه كبير وعمره ما هيسيب راجل من رجالته يغرق تحت أي ظرف من الظروف. اللورد ما ترددش لما سامع حكايته وعمل اتصالاته بالمركب اللي هتلقطك وهي خارجة من المينا. دلوقتي أنا وصلك لمركب صيد كبيرة في عرض البحر، وهم عارفين هيعملوا إيه. يعني مش عارف نقول لك يا دحروج، بس غلاوتك عندي هتحس بيها أول ما نرجع وليك دموك بعناية. المركب هتوصلك بيروت، وهناك هو موصي عليه. هتتصل بالرقم ده، هيرد عليك واحد اسمه فادي غسان، هيقوم معاك بالواجب. ربنا ما يوقعك في دي يا أخويا. طب يلا عشان ما تتأخرش، وفي البحر أقول لك على باقي التعليمات. غوطنا قوي يا دحروج ومفيش اي مراكب ظهر. هو ده المكان اللي لازم نستنى فيه، كلها 10 دقايق ولا ربع ساعه وتظهر المركب اللي على العين. مين كان يصدق ان الواحد يسيب البلد بالشكل ده وبالسرعه دي ويبعد عن كل اللي بيحبهم وفريقهم يا دحروج؟ فعلا بعدك هيحزت نفسنا كلنا يا عاطف، لكن هنعمل ايه؟ انت اللي جبته لنفسك يا صاحبي. ايه ده؟ انت عايز تقتلنا يا دحروج؟ عايز تقتل صاحب عمرك؟ غصب عنا يا عاطف. لا يا دحروج، لا. غصب عنا. أمرك سيف على رقابينا كلنا يا لورد. مالك يا دحروج؟ أبدا، أنا زي الفل سعادتك. أنا عارف إنك كنت صاحبك، لكن صدقني عطا كان خطر علينا كلنا، كان ممكن يهد كل اللي بنيناه لو وقع تحت يد الحكومة. انسى خالص. أو ارتاح. أيوه، هو ورزاق ضاعوا يا أبوي. ياما ستات ضيعوا رجاله زينه.
شكلها ايه البت دي؟ ربنا يقطع الحريم واللي بيجي من وراه. بقول لك شكلها ايه؟ حلو قوي يا لورد، ضيعت اتنين كانت ممكن تضيع التالت. تضيع التالت؟ طالع واحد من رجاله سعادتك. ايه اللي بتقوله ده يا عمي؟ يروح يقابل الولاد لملوم لحاله. افهم يا بدير افهم. عابد وابو النجا هيتحركوا بعربيه تانيه قدامه على مسافه بعيده، يبقوا دليل ليه؟ ده هيستلم منهم 2 مليون جنيه، كيف نامنوا؟ عابد وابو النجا هيستنظروه وياخدوا منه الفلوس، ولو مصطفى حابب يرجع بالفلوس لحاله مفيش مانع. لا، عابد وابو النجا يستنوه، مع اني خايف نسلم البضاعه بجد قوم يضيعها وضيعنا معاها. ضيعوا مين؟ مخبول انت، مخبول اياك انت. افهم يا بدير، عصام رجالته ما يقدروش يتعرض لمصطفى، خصوصا بعد مدير الامن المحافظ ما غلطوه وخلوه يخلي سبيله. يعني مصطفى دلوقت بيجي كارت نلعب بيه لقدام شهرين، فهمني؟ وضمنين ان محدش هيمسه. انا مخايفش من عصام، انا خايف من الواد دي يعرف اسرارنا ولا حاجه، وده واد مخبل بيكلم روحه. فهمني يا بدير، هو ما يعرفش غير انه محمل صناديق مشروبات، وانا فاهم ولاد لملوم ان اللي هينقل لكم البضاعه مش لازم يحصل قدامه اي كلام، يسلم ويستلم بس. اطمن يا بدير. وانا اعمل ايه الليله؟ انت تريح، تقعد تستنظرهم في مطرحك كيف الباشا. بتفكر في ايه بالظبط يا لورد؟ ازاي فاتت علينا حكايه شامه وحب طلعت الرهيب ليه؟ ايه معقوله كان ناوي يقطع اتصاله بيها طول فتره غيابه؟ قصدك ايه؟ اكيد متفق معاها انه يطمنها على نفسه كل كام يوم على الاقل، لو ما كانش كل يوم. معقول يقطع اتصاله بينا ويتصل بيها هي؟ هو مستغرب ليه؟ في حاجات كثيرة في الحياة تخلينا ما نستغربوش. جايز في حاجة ما نعرفوهاش منعته من الاتصال بينا، لكن ما اتصلش بخطيبته اللي مستعد على حد قوله يبيع الدنيا عشانها. طب ليه؟ ياما قعدنا قصاد البحر وقلنا كلام وحضنتك بعينيا. ضمني في حضنك وانت هتفتكر كل حاجة. انت خايف تجرب مني؟ مش لازم نستنى لحد ما اعرف انا مين، انا مصطفى العرباوي ولا لا. انت هو صدقني، تعرفين اكتر من نفسي. خدني في حضنك هتفتكر كل حاجة. ليه كده يا مصطفى؟
ليه تحلم ببنت الناس اللي اكرمك يا اخر كرم؟ لو هتحلم احلم حلم ينفع. أنا بس كنت عايز أعرف أنا إيه عندي؟ هي عندي زي الشمس اللي بتنهار لي حياتي كله. اقعد تنطيني، قاعد تحدد روحك. ربنا يرحمنا من الخبلان يا رب. مصطفى صباح الخير. صباح الخير يا واد عمي. إزيك؟ الحمد لله. تعمل إيه؟ لسه صاحي دلوقتي. انت متعود على كده، اول ما تصحى تقعد برطم مع نفسك رايح جاي. برطم؟ انا برطم؟ لا ده بس بتهيألك. بتهيألي؟ خد يا سيدي، كبير بعت لك دول، شبرق روحك بعد شغلانة امبارح. ايوه بس ده كتير يا واد عمي. لا مش كتير عليك، بس انت هدي روحك، هدي روحك وريح. ريح يا واد عمي، ريح. كل دي فلوس؟ ده كده الواحد ممكن يبقى عنده فلوس وي ايه؟ لا يا مصطفى، هذا الجنان الاصلي. ايه رايك في الفكره دي؟ تيجي تقعد عندي كام يوم، ممكن اخلي صلاح يروح يبات عند اهله لو ما حباش وجوده ويانا، ونقعد ونرغي انا وانت للصبح كيف ايام زمان. فاطمه سرحانة في ايه بس يا اختي؟ لا انا معاكي. لا ما انتيش معاي، بحدتك من بدري وانتي في دنيا تانية. انتي قبلتيه من بعد اخر مرة ما تحددنا فيها؟ قبلته، بس صدقيني مش بخاطري. انا لقيت روحي بتحدد معاه، ما اني بعمل كل اللي اقدر عليه عشان ابعد، وادي لي يومين اهو ما شفتهوش. لكن ايه؟ تعبانة قوي. كاني شايفة قدامي باب كبير بيتقفل لحاله وبيحجب النور اللي جاي من وراه، والدنيا بتظلم أكتر. لا يا حبيبتي، دي الدنيا بخير وهتبقى أحلى كتير. أفهمك كيف بس؟ صباح الخير على القمر المنور. صباح الخير يا بول. قوم يا فاطمة، غيري خلقاتك وجهز روحك، الدكتور فخري موجود عايز يشوفك. ها؟ يلا يلا. اهدي يا شاب، اهدي يا بنتي، ما تعمليش في روحك كده. ان شاء الله ربنا هيفك دقتها وهتطلع بعد كام يوم اللي بيقول عليهم عبد السلام دول. صدقيني يا شاب، انا سالت الاستاذ خير المحامي، قال لي ان ده روتين لازم يعمله وكيل النيابه لحد ما التحقيق يخلص. روتين يعني ايه؟ انا مش فاهمه، يحبسها 4 ايام ليه؟ امي كانت بتدافع عني، امي عملت كده غصب عنها وهم عارفين. بالراحة على روحك يا شام، كل عقدة وليها حلال يا بنت. والله ما في حاجة، الراجل أكد لي إنها تخرج، هي مسألة وقت بس. أمي ما تستاهلش كده، أمي ما تستعملش الرمية وسط الناس دي. أنا تعبانة، عمري ما تخيلت إن ده ممكن يحصل لنا. استرها معانا يا رب، هات العواقب سليمة يا رب. ارجع بقى، انا محتاجك جنبي. اكتر وقت حسيت اني محتاجك فيه هو دلوقتي. انت فين؟ عايز اسمع صوتك ولو بكلمه واحده.